والله دخلت في التعاطي، هي كانت فضول كبداية، يعني فضول، يعني حبينا نجرب الشيء يعني كتجربة، بس كانت غلطة حياتي يعني والله من جرب صراحة، يعني هاي كانت غلطة حياتي. من وانا صغير يعني يمكن تقمص شخصيته، لانك كنت اشوف انه هو القدوة، يعني انه هو الجو كل البيت كله يحاتيه هالشخص يعني. فانا من وانا صغير يعني قلت ما في الا اكبر الا اسوي مثل ما هالشخص كان يسوي يعني. فتدرجت يعني في المخدرات لين ما كل شيء تدهور طبعا. والسبب اللي تعاطيت فيه من والدي توفت الله يرحمه، فهني قمت يعني خلاص كنت أقول أنا السبب يعني توفت بسببتي أنا يعني توفت. وطلعت يعني من المدرسة وإني أنا عمري 14 سنة، وصرت عقب عند خالي كان يتعاطى يعني، صرت عنده فقلت له يعني أنا أبغى أجرب هالشيء يعني. بديت بالتعاطي أول شيء يعني في أسباب هي اللي خلتني أوصل للتعاطي، يعني وايد أسباب يعني أشياء متراكمة، يعني مشاكل في البيت يعني اللي كنت أشوفها في البيت، يعني مشاكل بين أمي وأبوي، كان كل شيء كان يصير قدامنا يعني، ومثل فضول بعد يعني في فضول حب التجربة يعني. فدشيت في هالمجال يعني في السن صغير يعني، خلاص حياتي كانت في الإدمان فقط. السبب كان إني كنت ألعب كرة وكنت أحب الكرة وايد، فبديت يعني سمعت عن الحبوب وهذا، في حبوب تساعد يعني في النشاط وهذا، فقمت أخذ الأريكا وهذا، وكان يساعدني يعني في اللعب، وكان يخليني يعني نشيط وهذا، وتميت على هالدرب لين ما يعني كم طحت في أفردوس. والله من جرب صراحة يعني هاي كانت غلطة حياتي. شو استوى كبداية الله يسلمك، هي المرحلة كانت وايد يعني صعبة وايد، يعني مرت في حياتي شلت عني وايد أشياء، يعني دمرت مستقبلي أول شيء، ثاني شيء دوامي، ثالث شيء ثقة أهلي فيني، عيالي، يعني صحتي، يعني صحتي دهورت زيادة يعني. تميت فترة يعني أرد أتعالج وأرد بعد أرد أتعاطى، لين ما دشيت يعني درب مظلم، يعني ما في حد جاي في الدرب. أرتعوا من ضمنهم سندي يعني، وكانت هي زوجتي يعني أكبر دافع، أنا خسرت هي يعني، فكانت تضارب كل الدنيا عشان تقول لهم بي يوم بيتغير، بس متى هاليوم ما أعرف يعني، لين ما يعني توفت يمكن من فترة يعني. أنا رحت للقبر، هالشي يعورني يعني، بس أنا قلت يعني لازم أقوله، اللي أنت كنت تتمنين حصل بس أنت مش موجود، يعني ما أقدر أرجع الزمن لورا يعني. والله خسرت كل شيء يعني، خسرت أهلي وخسرت أخوي وايد يعني، أخوي كان وايد يعني كان يعني وايد وياي يعني، وايد ندمت إنه أبوي عرف، إنه أبوي يعني ما قمت أحطي عيني في عينه يعني من آكل يوم. يعني خسرت وظيفتي، انسجنت، وايد مواقف يعني كلها يعني خسارة في خسارة، يعني ما يمكن ما أقدر أعد يعني الخسائر وايد يعني. الإدمان ما في شيء، ما ربحت شيء من الإدمان، كلها خسارة في خسارة، خسارة أهلي، خسارة ربعي، خسارة يعني وايد خسائر، والإدمان كله خسارة، وايد خسائر خسرت. خسرت أول شيء نفسي، خسرت أهلي، ربعي، خسرت يعني اسمي،
بين الناس وسمعتي اقتربت وخسرت الثقة من الأهل، خسرت وايد أشياء يعني وخسرت مستقبلي اللي يعني لو ما دخلت في الدرب كان الحين أنا كنت في مكان، كان وصلت مكان الحين ألعاب، بس ما هذا هو النصيب الحين. والله موقف اللي يأثر فيني أنا طحت يعني شنجت يعني شفت ولدي يعني ولدي من نشيت يعني صح صح جايلي يعني يقول لي بابا يعني أنت مدخل يدك في حلجك تبى تموت يعني كلهم يعني وموقف ما يعني أنساه يعني أمه يعني أذكر ما يعرفون أنا تعاطى كان في رمضان هالكلام داخل البيت وأنا فاطر فهي طالعة في وجهي يعني شيء فتقول لي أنت شو مو بصايم وأنا في بالي يعني هسه أقول يا أنتوا لو تعرفون الحلم اللي أنتوا تفكرون فيه أنا محيته يعني أنا دخلت المخدرات وأنتوا ما تدرون يعني فاللي أثر فيني إن أمي يعني تقول لي لا يعني ما مصدق أن أنت صدق يعني استويت مثل فلان في نفس الوقت في داخلي هسه أقول سامحيني ترى مو بيدي الشيء يعني أنا يمكن من صغري كنت أشوفه يعني فيمكن هالشيء يعني واحد مأثر فيني يعني أمي يعني أثر فيني في التعاطي مرة إني شال موتر أبوي وكلمت الوالد قلت له أبوي بغيت سويتش الموتر فأبوي يعني وياي أنا وأخوي كنا ربيعنا يعني مو بنا أبونا فأبوي أعطاني سويتش يعني شليت سويت الموتر وأنا أصلا قصدي إني كنت بسير أتعاطى في السيارة لأنه كان يالس عندي في الغرفة وما عندي مجال إني أتعاطى شليت موتر وسويت المادة يعني اللي كنت أتعاطى فيها وضربت يعني شو سويت حطيت الإبرة وين في الباب في السيارة بيت أعطيت السويت يوم الثاني وبياني البيت سولف يا عادي سولف أنا وياي يعني عادي قال لي شو رأيك قم سين شرب شاي على البحارة قلت له أوكي أبي مشكلة ركبت يا يعني ركبت يا طلعنا شوية تحرك طلع الإبرة من الباب كان يقول لي هاي إبرتك أنا هني سكت قلت له أوه هاي مربيعي لأن ربيعي فيه سكري كان يقول لي خلاص يعني ما تباها قلت له لا ما باها جدا وقف عند الزبالة بقرابتك وفرها في الزبالة يعني فمن هاك اليوم خلاص يعني هني يعني وايد ندمت انه ابوي عرف انه ابوي يعني ما قمت احط لي عيني في عينه يعني من هاك اليوم يوم جو المكافحة دشوا البيت دشوا على اهلي دشوا يعني كان موقف صعب اول مرة في حياتي يصير في كل هالسنين يعني أنا انزخيت وانسجنت برا بس إن المكافحة يدخلون البيت يعني هالشي كسرني يعني صار لي موقف كنت أتعاطى يعني كنت أحب الشخص يعني من أهلي خالي يعني فهو يوم توفى فتأثرت وايد يعني نفس صدمة نفسية لي فقمت أتعاطى نفس تقولين يعني كيف يعني واحد يبغي يبيعها يعني مات وشي كنت تعاطى العلاج والله ساعدني في وايد أشياء ساعدني إني رديت دوامي ساعدني يعني خلاص حياتي ردت يعني حياة طبيعية أول شيء علاقاتي مع أهلي أول شيء في البيت يعني الثقة رجعت وقاموا يعني مع ان انا اصغر واحد في البيت يعني بدوا ياخذوني يعني انا اصغر واحد في البيت يستشيروني في اشياء المفروض انا ما ياخذون شوري فيها ففي اهتمام من اهلي كبير يعني ما بيخسر هاي الثقه يعني عشان شيء يعني ينزلني للارض مره ثانيه القاع لا والله من يد دشيت المستشفى يعني الحمد لله صراحه يعني كنت يعني ما بطلع من المستشفى يعني كنت أقول لهم من في المستشفى يقولوا لي يعني متى بتطلع أقول لهم كيفكم متى بتطلعوني طلعوني فحسيت يعني إن
التعافي حين أنا لما أشوف عمري يعني في منظرة يمكن أحلى واحد أنا من الشباب، أحلى واحد أنا من أهلي يمكن. والله الحمد لله يعني مستشفى الأمل ما قصروا وياي، يعني مش مرة ولا مرتين، يعني ما أقدر أنا أحسب، يعني مستشفى الأمل لهم دور كبير يعني في تعافي، يعني فهو هذا التعافي طعمه حلو يعني خليك تعرفين منو عندك منو ما عندك. قبل لا شيء واحد يعني، بس حاليا بعد التعافي لا، في وايد اشياء، في وايد اشياء غير التعاطي يعني، في التعافي تجربها يعني، اما في التعاطي لا، ما في شيء واحد يعني، اما في التعافي اشياء حلوه، الحياه حلوه، طعم الحياه حلو. والله في وايد نتائج زينة، اني تحسنت وايد، قمت يعني قبل كنت عازل نفسي عن الناس، ما اصير عن حد، بالعكس الحين اسير اسولف مع الناس، اروم اواجه الناس، ما اخاف من حد، ما في شيء يخوفني الحين اواجه، يعني يستوي اي شيء في البيت انا اسير اواجه الشيء، يعني اي مشكلة فيه ولا يبغوني اسير مكان انا اسير. اللهم امنحني السكينة لتقبل الأشياء التي لا أستطيع تغييرها، والشجاعة لتغيير الأشياء التي أستطيع تغييرها، والحكمة لمعرفة الفرق بينهما.